نرحب بالأستاذ مدير مؤسسة الأقصى للإنتاج والتوزيع الأستاذ نائل الصاروخ. أستاذ نائل الصاروخ، أهلا وسهلا فيك. بدنا تحكي لنا المؤسسة الأقصى شو أنت بتقدم لأي شخص، إن كان زبون أو مشاهد أو عن طريق صناعة أفلام أو غيره، بدنا تحكي لنا. إحنا طبعا تصوير كله كامل 4K، وإن شاء الله تهيئ كامل هسه حاليا إن شاء الله لل8K إن شاء الله. طبعا تصوير بأعلى تقنيات الأجهزة كامل، من تصوير كرينات، من تصوير كاميرات حديثة كلياتها، طبعا تصوير الكاميرات السوني الألفا من أحدث التقنيات موجود عندنا الحمد لله بفضل الله. طبعا وفي طبعا هي موجود عندنا كمان الكرينات التصوير وأحدث الأجهزة بالنسبة للإخراج والتوزيع الفني، والحمد لله كمان في عندنا تصوير كمان بينزل كله على قناة اليوتيوب. واحنا طبعا مستعدين لاي تلبيه طلب اي مؤسسه تشتغل معنا، احنا جاهزين يعني كل الحفلات بشكل عام، مؤتمرات، اي شيء بخص الحفلات احنا جاهزين مستعدين لكل اي شيء بالنسبه للتصوير. تمام اخوينا الاخوينا، هل في يوجد تعاون بينك وبين سيد الجبور؟ نعم. مؤسسه اسد الاخباريه. نعم موجود في تعاون معه وفي التصوير في الحفلات، وكل كل ما يتلبى شيء بالحفلات بيطلبوه منا احنا طبعا جاهزين لكل شيء ان شاء الله. شكرا اخوي نائل الصاروخ، نتمنى لك التوفيق دائما. وهي شركه الاقصى، شركه يحتذى بها بالمملكه الاردنيه، معروفه على مستوى، ونتمنى لك التوفيق دائما وان شاء الله يعني بينال اعجابك الشغل كلياته ان شاء الله، وفي تقنيات جديده نازله ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله. ان شاء الله.